سالوك صار بأمان. امبارح بالليل أخدته وحطيته عندي بالدار وبالأبو وعم طعمي وشربه ومربطه منيح. بس كان فيك تخلي بعيد عن دارك، معنك بطر يعني. بس طالما سويتها ماشي الحال، بعدين كلها فترة قصيرة ونشوف بعدين كيف نحلوا الأمور. والشباب كمان بعدتهم يراقبوا حارة النبع، يشوفوا لي مين من جماعتنا عم يفوت ويطلع من هنيك. أبري عليك، هاي ضرورية كتير. بس بقيان علي شغلة واحدة. شو هي؟ صفيان عارف بس إذا في واحد اسمه أبو جلال بحارة النبع، وما لي عرفان شلون. ما بدي بعد حدا من رجالنا يفوت على الحارة. سهلة كتير. شلون؟ أب خلاف الحلاب بياع جبنة واللبنة، هذا غريب عن حارتنا، وكمان بذات الوقت بيفوت على حارة النبع. أي والله، شلون ما خطرت لي هاي؟ اسمح لي روح. تيسر براحتك، بس وينها لا تخلي حدا يشتلي. لعيونك، السلام عليكم. الله معك. أهلين عبيد. زعيم مرجان بده يشوفك. خليه يفوت. تفضل تفضل مرجان. السلام عليكم زعيم. الله يسلمك. يا عمو لا تخافي، هذا انا. ايه عمو. ايه ايه ابو عبدو. ايه شو بدك مني؟ شيء؟ انا طالع. إيه ليش طالع يا عمو؟ طالع عندي شغله، طالع وراجع يعني. برضاي عليك يا ابو عبدو، تفكر وتراجع شو حكينا امبارح، فهمت؟ هو علينا لا بدنا نضل نعيد ونفتح بنفس القصه. خلاص يا عمو، ما بيصير الا اللي كاتبه ربك. اخ منك اخ، طالع عنيد لابوك تعيش وتاخد عمره. هلا ابي كان عنيد الله يرحمه. ايه والله صحيح. يا مو انا هلا هلا بدي افهم، شلون ابي مات؟ انت خبرتيني انه هو مات بالمعركه مع الفرنساوي، واخي ابو فهد قال لي انه شافه بعينه لما مات على فرشته بالبيت لما كنت انا ببو. ايه ايه صحيح مزبوط. شلون صحيح؟ ما فهمت، لخبطتيني هيك. ايه هو الحقيقة كان أبوك سهران معي لوش الصبح، وقت الهجموا الفرنساوية واشتغل الطاخ والطيخ والضرب والقتل، فاتوا قتلوه بفرشته. على الحالة لازم كان يسمع الطاخ والطيخ ويقوم ويهرب. ما هو قلت لك كان أبوك سهران معي لوش الصبح وتعب كتير، حط راسه ونام وما قام. ايوه مشان هيك حلحلت مفاصله وما عاد سمع شيء. الله يصلحك يا عمو، يعني معقولة سهري بليلة الهجوم راح الزلمة من ورا سهرة حب؟ خاطرك. بصراحة زعيم أنا حابب كفر عن ذنبي القديم، مشان هيك قررت أجي وخبرك. وهاي خبرتني ومشي الحال. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. أنت مو حابب تخبرني شو سمعت من رجال الحارة؟ شو عم يحكوا عن ديب والحلا؟ ايه بلا صحيح. انا عم اقول لك وصليت غيره. لا ما في شيء ابدا. مره تانية لا تعذب حالك وتجي تخبرني. ايه تيسر. حاضر زعيم، السلام عليكم.